وهني زملائي رؤساء البلدية على مستوى الوطني بهذه المناسبة. نتمنى إن شاء الله مزيد من الرقي والازدهار لكل بلديات. المعرض يتضمن العديد من الجمعيات ذات الطابع التقليدي لتراث مدينة الأغواط، بالإضافة إلى الأكلات والزرابي إلى غير ذلك، بالإضافة إلى الأمر المهم عبر تاريخ بلدية الأغواط، المراحل اللي مرت عليها الإدارة في البلدية، بالإضافة إذا أيضا تم تدشين ملحقة إدارية بوسط المدينة لتكون قريبة للمواطن لتقديم خدمة عمومية لصالح المواطن. كريم رؤساء بلدية سابقين ومتقاعدين إطارات رئيس مصلحة، بالإضافة إلى مهندسين نظافة اللي نشكرهم واللي نحييهم وتحية تقدير واحترام وإجلال ليهم، وباسمي وباسم كل سكان مدينة الأغواط نقول إن شاء الله بإذن الله سوف تكون سنة نتاع تنمية، برامج تنموية كبيرة لبلدية الأغواط. كنا في البلدية كنا نبذل مجهودات كبيرة باش نخلوا المثل يضرب بنا المثل في المثابرة وتحترام الوقت واستقبال المواطنين والشرح للمواطنين، ونتمنى المجلس الحالي التوفيق والسداد. ربي يدومها إن شاء الله، اليوم كرمونا إن شاء الله، ربي يحفظهم إن شاء الله، ربي يعجلها دائما إن شاء الله، وتفكرونا اليوم كثر خيرهم. عام نظافة 31 سنة، اليوم يفكرونا كثر خيرهم، كثر خيرهم، ربي إن شاء الله يحفظهم، وربي إن شاء الله يرضى عليهم، ربي هو الدين.